تسمية الكحوليات احنا عندنا تسمية شائعة وفي تسمية أيو ب. احنا عندنا التسمية الشائعة بنسمي كده كحول الكيلي أو كحول أيزو الكيلي أو كحول الكيلي ثانوي أو كحول الكيلي ثالث. يبقى تسمية الكحوليات يا إما كحول شائع يا إما كحول الكيلي أو أيزو الكيلي أو كحول الكيلي ثانوي أو كحول الكيلي ثالث. ناخد مثال لكل واحد. أنا عندي CH3OH هيبقى اسمه كحول ايه؟ ميثيلي. ماشي؟ C2H5OH اسمه كحول ايه؟ ميثيلي عشان في ذرتين كربون. CH3CH2CH2OH يبقى كحول ايه؟ بروبيلي. خلاص يا جماعة كده؟ يبقى طالما حضرتك الـ OH هتبقى في الآخر والكحول بتاعي مش متفرع، قوم حضرتك تعمل ايه؟ كحول تعد كربون. خلاص كده؟ تمام. ايه بقى كحول الايزو ده؟ كحول الايزو ده هيبقى الـ OH متصلة بمجموعة مين؟ أنا عندي كده CH3CH3. المجموعة دي اسمها مجموعة ايه؟ ايزو. ماشي؟ الـ OH لو جت هنا يبقى ايزو بروبيل. ماشي؟ سيب بقى مجموعة الايزو زي ما هي وزود كربون. يعني حضرتك مجموعة الايزو قلنا ايه؟ CH3 CH CH3. طب انا بقى هزود كربونه عشان يبقى ايزو بيوتيل. تسيب مجموعة الايزو زي ما هي بتركيبها وتقوم مزود هنا كده ايه؟ CH2OH. يبقى اسمه ايه؟ كحول ايزو بيوتيل. ادي مجموعة الايزو، ها، بس الالكيل كده يبقى فيه كام ذرة كربون؟ اربعة مش تلات. يبقى اسمه ايزو ايه؟ بيوتيل. طيب كمان واحدة هيبقى CH3 CH CH3. ديت مين؟ الايزو. حافظ على تركيبها زي ما هي، ها، كمل. هيبقى ايه بعد كده؟ CH2 CH2OH. يبقى الكحول ده اسمه ايه؟ كحول ايزو بنتيلي. ادي مجموعة الايزو، زودت انا اتنين ايه؟ كربون. خلاص كده؟ يبقى اسمه ايزو ايه؟ بنتيلي. تمام. لو انا بقى عاوز الكحول الايزو هيكسيلي، مين يقول لي هنعمله ازاي؟ كحول الايزو هيكسيل هنعمل مجموعة الايزو CH3 CH CH3. دول كده كام كربونه؟ ثلاثة. هكمل انا بقى CH2 ممكن اعملها باي 3. خلاص يا جماعه كده فهمنا موضوع الايزو؟ وصلت؟ طيب يبقى انا كده خلصت من موضوع الايه؟ الايزو. يبقى انا قلت الكحول اقول عليه كحول الكيلي امتى يا جماعه؟ الاو اتش طرفيه ومفيش فروع في السلسله. ماشي كده؟ نقول كحول ايثيلي ميثيلي بروبيلي بيوتيلي بنتيلي هيكسيلي. ماشي؟ بس في شرطين، ها، الاو اتش ايه؟ طرفيه ومفيش فيه فروع. طيب ربنا كرم بقى وانا رايح اسمي لقيت المجموعه دي طالعه لي في البخت اللي هي سي اتش 3، يبقى كده ايه؟ ايزو. خلاص؟ يبقى اسمه ايزو. طب هم ثلاثه ايزو بروبيل، طب هم ومعاهم كمان كربونه سي اتش 2، يبقى اسمه ايه؟ ايزو ايه؟ ايزو بيوتيل. ماشي؟ بعد كده ايزو بنتيل ايزو هيكسيل. احنا صنفنا الحصه اللي فاتت الكحولات. ماشي؟ قلت لك بقى الكحول الايزو بروبيلي اهو هيبقى كحول ايه؟ ثانوي. طب والايزو بيوتيلي كحول اولي. طب والايزو بنتيلي. طب والايزو هيكسيلي اول. خلاص يا جماعه كده؟ يبقى كحولات الايزو كحولات ايه؟ اوليه ما عدا الايزو ايه؟
مروا بيه. وصلت الفكرة؟ طيب ايه بقى موضوع الكحول؟ ان يبقى كحول الكيلي ثانوي. كحول الكيلي ايه؟ ثانوي. الكحول الالكيلي الثانوي عشان حضرتك ما تغلطش فيه يبقى كده. ماشي يا باشا؟ يبقى السي اتش متصلة بمين؟ بالاو اتش. يعني انا ممكن اسمي ده اهو، ممكن اسميه كحول بروبيلي ثانوي. ما انا لسه قايل لك الكحول الايزوبروبيلي ايه؟ ثانوي. طب تعالى بقى حضرتك نعمل كده. سي اتش 3 سي 2 اتش 5. ده هيبقى فيه كام كربونه؟ اربعه. يبقى اسمه كحول ايه؟ كحول بيوتيلي ثانوي. كحول بيوتيلي ايه؟ ثانوي. ماشي؟ ما هم واحد اتنين واتنين كده كام؟ اربعه. يلا يا بطل كده. سي اتش عليها مين؟ او اتش. سي 2 اتش 5 ها؟ سي 2 اتش 5. ها يبقى الكحول ده اسمه ايه؟ كحول بنتيلي ثانوي. ماشي؟ ممكن يبقى له شكل تاني البنتيلي الثانوي ده. اللي هو يبقى ايه؟ ان يبقى عندي كده. سي 3 اتش 7 ها؟ سي اتش سي اتش 3 او اتش. برضه كحول بنتيلي ايه؟ ثانوي. ماشي؟ خلاص يا جماعه كده؟ طيب. تعالى بقى الكحول الثالثي. امتى اقول الكحول بتاعنا ثالثي؟ الثالثي ده يا جماعه الخير زي ما احنا اتفقنا الحصه اللي فاتت. الكحول الثالثي ده زي ما احنا اتفقنا الحصه اللي فاتت ان يبقى ايه؟ السي متصله بمين؟ بالاو اتش. خلاص؟ سي وعليها ايه؟ او اتش. حط بقى ثلاثه ايه؟ يبقى هنا كده سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3 ده اسمه ايه؟ كحول بيوتيلي ايه؟ ثالثي. كحول بيوتيلي ايه؟ طيب افرض جيت هنا وقمت حاطط سي 2 اتش 5 كحول ايه؟ ايه؟ بنتيلي ثالثي. وصلت الفكره يا جماعه؟ يبقى حضرتك دلوقتي ده بالنسبه للتسميه الايه؟ الشائعه. وصلت؟ طيب صلى على النبي. بالنسبه للتسميه الشائعه مفيش فيها مشكله خالص ولا الايواك. تسميه الكحولات ايوباك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بنسمي الكحولات ايوباك ازاي؟ اول حاجه حضرتك بتحدد اطول سلسله، بتبدا ترقم من ناحيه الطرف اللي هيعطي مجموعه الاو اتش اقل رقم، بعد كده بتكتب اسم الكحول اللي موجود في اطول ايه؟ سلسله. ولو عندك فروع بتكتبها قبل. ازاي؟ ده واحد اتنين تلاته اربعه. ماشي كده؟ وقمنا حاطين هنا كده الاو اتش، وقمت جاي هنا وحاطط سي اتش 3. كمل بقى كده. لو انا جيت اعد من هنا هنتاخر كده. يبقى اروح من ناحيه مين؟ الاو اتش. اهو ده أطول سلسلة، وأعد واحد اتنين تلاتة أربعة. اسم الكحول بتاعنا إيه؟ ها أربعة، يبقى اسمه إيه؟ بيوت تان، ده ألكان أضيف له إيه؟ وولان، يبقى اسمه إيه؟ بيوتا نول. واحد، وعلى الذرة رقم اتنين يبقى اتنين ميثايل. لا الواحد بيتكتب، الواحد هنا يتكتب ليه؟ هو ما بيتكتبش في الألديهيدات، ما بيتكتبش في الأحماض، لانه دايما هناك طرف، هنا بيتكتب عشان ممكن الاو اتش تبقى وسطي. خلاص؟ طيب الكحول ده بقى وانت ماشي كده بأصنف هيبقى كحول ايه؟ اولي. ليه يا مستر اولي؟ عشان الاو اتش بتاعتنا ايه؟ طرفيه. خلاص؟ السي اتش او السي المتصله بالاو اتش الكربونول عليها كام هيدروجينه؟ اتنين. ماشي كده؟ تمام. يلا يا حاج، واحد اتنين تلاته اربعه خمسة ستة سي اتش 3 سي اتش 2 مفيش اتشات اتش 2 اتش 2 اتش 3. زميلكم قال رقم من اي ناحية؟ اقول له لا، هنرقم من هنا واحد اتنين تلاتة. لو عديت من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة. خلاص كده؟ طيب عدينا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة يبقى هكسان ألكان ها نول. حط ايه؟ تلاتة.
ثلاثة هيكسانول وفي ثلاثة ايه؟ يلا يا بطل صنف ثالثي. اشمعنى؟ عشان الرقم متكرر، عشان السي بتاعتنا مفيش فيها اتش، يبقى من اسمه كده رقم الكحول اتكرر يبقى مش طرفي خلاص. وطالما الرقم اتكرر يبقى السي بتاعته مش شايله ايه؟ اتشات، يبقى كحول ايه؟ ثالث. تمام. لو قلت كده 1 2 3 4 5 وانت حاطط هنا كده الاو اتش، وهنا كده، وهنا اهو كده السي اتش 3، وهنا كده السي اتش 3، هو كمل بقى هيدروجين، يبقى سي اتش 3 سي اتش سي اتش سي اتش سي اتش 3. ها نرقم، ده هيبقى ايه؟ 1 2 3 4 5. ليه عديت من هنا ناحيه الايه؟ الاو اتش. طيب اطول سلسله فاكهه يبقى اسمه ايه؟ بنتانول. رقم الاول ايه؟ يبقى 2 بنتانول، وثلاثه واربعه، ها وثلاثه واربعه ايه؟ ثنائي ميثايل 2. طيب كحول ايه؟ ثانوي. اشمعنى؟ السي اتش او اتش او رقمه 2 وما تكررش، رقمه مش 1 وما تكررش. خلاص يا جماعه كده؟ ده بالنسبه للتسميه، فيها مشكله؟